عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس. نتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله، بالصحة والعافية. عيد مبارك سعيد للجميع، باش ما تمنيتو ان شاء الله تحققوا جميع الامنيات اللي كتمنوه ان شاء الله، واللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمه ويوسع عليه، واللي كيتمنى شي حاجة ان شاء الله الله يوصلوا لها. مرحبا بكم والف مرحبا. جيت نصوب معكم ان شاء الله واحد الحلوة زوينة، نتمنى تعجبكم ان شاء الله، مختلفة وريدات يعني باللوز وبالعجينة ديال كعب الغزال والتمر. مهم نتوما معايا ان شاء الله غتشوفوها كيفاش دايره، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله، تدوز معكم ان شاء الله المقادير. واللوز ديالنا كيتسلق، من بعد ما يتسلق غادي ننقيو وعاد نطحنوه ان شاء الله. دابا غندوزو ان شاء الله المقادير ديال العجينه. نبداو بها هي الاولى، على ما يبرد لينا اللوز ونقيو. عندي هنا جوج زليفات ديال الفورص او 500 غرام. عندي هنا الزبده مخلطه، عندي دايره 125 غرام، نص الزبده العاديه ديال العبار، والنص الاخر ديال الزبده ديال اللده. صافي. عندي هنايا جوج ديال المعالق ديال السكر كلاصي، قبيصه ديال الملح ضروريه. وعندي هنايا انا درت ساشيه، ما عنديش المزهر العادي، فدرت ساشيه ديال المزهر في الماء، وهي اللي غادي نجمع بها ان شاء الله هاد الخليط هذا. نتوما ديروا المزهر، يعني الا عندكم المزهر ديروا المزهر. صافي، هادو هما المقادير ديال العجينه. من بعد ما تسلق لينا اللوز ديالنا اي واحد الخمسة دقائق كطلع فيه الغلي، وكنطفيو عليه. نقيته ونشفته مزيان 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 من داك الماء حتى ما بقاش فيه الماء، يعني ناشف. ودابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نطحنو. المهم عندي هنايا زلافه ديال اللوز، تقريبا فايته رابعه ديال اللوز. وعندي هنايا نص رابعه ديال السكر كلاصي، يعني عندنا النص بالنص. عندي هنا 160 غرام ديال السكر كلاصي، وعندي هنايا 300 غرام ديال اللوز. غادي نطحنهم بجوج. المهم انا كنعطيكم هي المقادير، يعني بسيطه وسهله، اللي بغى يدير غير شويه، واللي بغى يدير بزاف يدوبر المقادير. يعني اللي بغى يدير كيلو غادي يدير الكيلو ديال اللوز نص كيلو ديال السكر كلاصي. نطحنوه بعدا هو الاول، طحنه الاولى وعاد نعاودو نديرو معاه السكر كلاصي. طحنتو الطحنه الاولى، دابا غادي نعاود ندير ليه السكر ونطحنو الطحنه الثانيه. هانتو كيجي. دابا غنعاود نطحنو الطحنه الثانيه، ولكن غنقص الكميه باش تجيني ما طيحش ليا في هذا. بدات تكفي، غادي نقص الكميه ونطحن مع السكر ونعاود ندير الكميه الثانيه ان شاء الله، غير باش تسهل علينا الخدمه. صافي. من بعد ما طحنا العقده ديالنا، دابا غادي نديرو فيها. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده العاديه، انا غادي ندير فيها نكهات. كل عقده غندير فيها نكهه، فما محتاجاش باش غادي ندير فيها
المسكه الحره والمزهر ما كيلاش، حيت النكه اللي عندي انا وحده كاينه بيستاج وحده ليمون وحده فريز، فبلا ما ندير هاد النكهات هادو. ولكن الا كنتو غديروا العقده العاديه يعني ممكن هاد المسكه الحره والمزهر ديروه فيها، هذا ما كان. من بعد ما جمعنا العقده ديالنا دابا غنقسمها على ثلاثه، كل واحد غادي ندير فيه واحد النكهه. عندي هنايا نكهه ديال الليمون، عندي هنا نكهه ديال البيستاج، وهنا نكهه ديال الفريز، يعني كل واحد غندير ليه منه ملون ومنه يعطي واحد النكهه، حتى في المذاق الحلوه تجي مختلفه، يعني كل وحده عندها الذوق ديالها. من بعد ما دخلنا فيهم هذوك الالوان غنديروهم في بلاستيك غذائي ونديروهم في الثلاجه، نخليوهم واحد يرتاحوا شويه حتى ينشفوا شويه وعاد نخدموا بهم صافي، وعاد ندوزو نسرحوا العجينه ونقادو كلشي ان شاء الله. وهذه هي العقده ديالنا، من بعد ما خلينا انا درتها في الصباح خليتها حتى العشيه عاد باش غنخدم بها. نتوما ممكن تبيتوها الا ما كنتوش مزروبين، الا كنتو مزروبين يعني ديروا بحالي، ديروها في الصباح تبقى حتى العشيه وعاد تخدموا بها، حيت خصها تنشف، حيت العقده خصها تنشف. وقطعت العجينه، سرحت العجينه قطعتها على هذا الشكل هذا، يعني ما غليضاش، رقيقه بزاف. وقطعت العقده حتى هي بنفس الطريقه، المهم انا غنوريكم الطريقه كيفاش دايره، غنعاود نسرح معكم وحده باش تشوفوها. من بعد ما سرحناها رقيقه غنقطع بنفس هي غطا، هذه غير غطا ديال القرعه، يعني خديت هذا القياس هذا اللي قطعت به العجينه هو اللي غادي نقطع به الحشوه حتى هي نفس القياس. كتجي على هذا الشكل هذا قيوقه بحال هكا صافي، تنكملوا كلشي نفس الطريقه اللي درنا العجينه درناها العقده ديال اللوز او الكاوكاو صافي. نعاودو نجمعو هذا، يعني ما نديروش الطحين حيت الطحين الا درناه ما غاديش يتجمع لينا هذا الشيء، لا العجينه لا بالنسبه للعجينه ولا بالنسبه سميتو الحشوه، يعني نعاود نديرو غير بلاستيكه ما بين بلاستيكو وبلاستيكو، نسرحو فيها العجينه ونسرحو فيها سميتها الحشوه. هذه هي الطريقه، نبقاو غادي حتى نكملو كلشي ان شاء الله. نفس الطريقه اللي درنا الاولى غنديروها للثانيه، كنقطعوها على نص وكنعاودو نقطعو داك النص على جوج عاوتاني، كيعطينا اربعه ديال القطعات ديال الطروفه على هذا الشكل هذا. كناخذو خمسه ديال الطروفه بحال هكا، كنديرو واحد فوق واحد بحال هكا ونضغطو شويه
بحال هكا. خمسة ديال القطعات بهذا الشكل هذا تعطينا بحال هكا. كنجيبو شي حاجه شي ما يكونش شي موس ولا شي حاجه تكون حاده بزاف، كنضغطو شويه بحال هكا غير باش ماشي نقسمو غير نضغطو عليها صافي. وتنديرو واحد الحريبل صغير ديال العقده ديال اللوز بحال هكايا صافي، وكنبقاو نلويو. نتمنى تكون واضحه. كنبقاو نبرمو بحال هكا هكا. هلاك حتى كتبرم كامله بحال هكا، وتنقسموها من النص كتعطينا جوج ديال الحلوات بحال هكا، ونقسموا بشويه باش ما تخسرش ليكم. كتعطينا على هذا الشكل هذا. تنحلوا الورده بحال هكا، نحلوا الاخرى حتى هي بهذه الطريقه، وهذه حتى هي بهذه الطريقه، وهذه هنا تجي وريضه على هذا الشكل هذا. نتمنى تكون واضحه مزيان، راه الطريقه سهله. نعاودو ثاني نديرو هذه، ها هي كنحلو هاد الوريده هكا، وهذه هنا هكا، وهذه. وداك الحرب اللي كنديرو حريب اللي درناه هنا الوسط كيعطينا بحال هكا وريضه على هاد الشكل هذا. تنساليو كلشي. الشكل الثاني عاوتاني عندي هاد الطابع هذا اللي قطعت فيه الحشوه ديال اللوز او العقده ديال اللوز، قطعتها نفس الطريقه اللي باش غنقطع هذا. غنقطع ثاني العجينه، العجينه اللي عندها الماكينه ديال الشباكيات تقطع بيها، واللي ما عندهاش راه غير بالمدلك غير تحاول بشويه بشويه، راها كتسرح، راها كتسرح رقيقه. هانتوما يعني راه غير نديرو واحد الكويره صغيره ما تكونش كبيره باش ما تغلبناش صافي، ونبداو نقطعو. وهذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما خليناها ليله كامله كتنشف. دابا غادي ندخلوها للفران، يعني نقصوا العافيه مهيله. اللي عنده الفران ديال الضو 160 درجه واللي عنده الفران ديال الغاز يعني ينقص العافيه مهيله، حيت الحلوه ما تتبغيش تكون العافيه عليها مجهده صافي. وغير شويه تشمع ونخرجوها ان شاء الله. كتجي على هذا الشكل هذا، تتعطينا هذه الوريده هذه. انا غنعاود معكم واحدة اخرى ان شاء الله. وهاد الوريده هادي انا غنديرها معكم بهاد الطابع هذا، كتعطينا هاد الوريده هادي صافي، وكنحطوها تنبغيو نخدمو بها. دابا غندوز معكم ندير معكم واحدة اخرى ان شاء الله. المهم كانت العجينه شويه بانت لكم غليظه، حاولوا تضغطوا عليها شويه ميمي بشويه، هادشي راه
هاد الحلوه هذه راه تتبغي الخاطر بزاف باش تصوبوها، ولكن في الاخر تتعطي نتيجه زوينه بصراحه. صافي، ونهز الطرف الاخر. نتمنى تكون واضحه الصوره، ونضغطوا بيدينا بحال هكا. انا نقرب لكم شويه هنا بحال هكا بحال هكا. كناخذوا موس او قطاعه ولا اللي بغيتو، تنقطعوا بحال هكا، كنقطعوا ثاني من الجهه الاخرى بحال هكا، كنجيو من هنا كنعاودوا نقطعوا، كنخليو واحد الدائره الوسط هي اللي شاده دوك الطريفات اللي حنا قطعنا، كنعاود نقطع ثاني من هنا، كتجي بحال هكا على هذا الشكل هذا. كناخذ هذه الكره هذه ديال اللوز صافي، وكنهز من هنا وكنضغط الوسط. انا قلت لكم باش ما بغيتوا تضغطوا بيديكم عندكم بحال هكا شي حاجه تضغطوا بها، كنلاقيو هاد الجناب هادو بحال هكا، المهم لاقيوهم نتوما باش ما بغيتو قطيرات الماء البيض البيض تاع البيض اللي بغيتو. صافي، كنبقاو غاديين على هكا. ثاني الطرف الثاني نفس الطريقه، كنقرصوه من هنايا وعاوتاني نفس الطريقه، نضغطو ثاني من هنا ونجمعو ثاني هذه من هنا. وهذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، خليناها تبردات. انا زينتها بشويه ديال الناباج، نتوما زينوا باش ما بغيتوا، كاين اللي كيدير لها العسل، كل واحد يدير اللي بغا ولا خليوها بحال هكاك. والمهم يردوا معها البال في الفران غير تجمع ماشي تحمر، حيت ما كتبغيش تكون محمره، الا تحمرت ما غاديش تبقى عاطيه هاد اللوينات. ونتمنى تعجبكم ان شاء الله، مره نبدلوا شويه الانواع ونبدلوا الشكيلات ونخلطوها مع الصابلي ومع بزاف ديال الحلويات الاخرين اللي كنديروا. بالصحه والراحه، ومرحبا بالجميع، واللي كيشوفني كنقول ليه مرحبا والف مرحبا، وشكرا ليكم كاملين، شكرا على التشجيع ديالكم. واللي اول مره تيشوف القناه مرحبا والف مرحبا، وما تنساش الاشتراك واللايك، وشكرا فضلا وليس امرا. وكنقول لكم عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو، ان شاء الله الجميع الامنيات تحقق لكم ان شاء الله، وخليتكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله.